بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطيخ أو الرقي أو الحبحب أو الدلاع. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن البطيخ الأحمر اللي وصلنا النهاردة تقريبا إلى 70 يوم، 70 يوم أو وصلنا إلى 4 كيلو بالضبط. ما شاء الله أمور كويسة. تمام، طبعا في احجام جوه اكبر من كده، وانا طبعا بسجل في المكتب بعد ما خدت الفيديو في الارض، لان الهواء شديد محدش هيسمع حاجة لو اتكلمنا في الارض. ارجو ان حضرتك تكمل بس الفيديو للاخر عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي، عشان اللي بنقوله في الفيديو بنتسأل فيه على الواتساب والله المستعان. في الوقت ده هو لازم تحدد شوية أمور. التعداد عندك هيكون شكله إيه؟ التعداد عدد الثمار في النبات هيكون شكله إيه؟ الأحجام هتكون شكلها إيه؟ النمو الخضري هيكون شكله إيه؟ المثلث ده يا جماعة مرعب للإنتاجية، بنعتبره المثلث المرعب بالنسبة للإنتاجية. أنت لو عندك تعداد كويس وعندك يعني التعداد في النبات قد ايه، لا يقل عن 3-4 ثمار. تمام، في النبات، وبرضو التعداد ده هو يرجع لحاجات، الحاجات ديت اللي هي ايه؟ اول حاجة منها الكثافة النباتية اللي انت زرع عليه. ما انت النهاردة ما تزرعليش على 3 متر بتيجي تقول اصل واحدة فيها 4، تم 4 دول قليلين. انت المهم يعني يكون عندك كثافة كويسة تضاهي، يكون عندك عدد يضاهي الكثافة اللي انت زارع عليها. تمام، على اللي هو عدد النباتات في وحدة المساحة، يعني سواء فدان او هكتار او غيره. تمام، دي حاجة، اول حاجة التعداد. تاني حاجة الحجم. النهاردة انت عندك 70 يوم، والحجم عندك قد ايه؟ النهاردة عندك الحجم كيلو، الحجم 2 كيلو، الحجم 3 كيلو. انا اعتقد البطيخة اللي هي يعني طلعت فوق 250 جرام ديت امورها ان شاء الله تبقى كويسة، طالما نازلة مسلوبة ما فيهاش تشوه فيه. لو هي مشوهة شيلها وارمها برا، مع ان ملهاش فايدة اساس. لازم تكون نازلة مسلوبة، تكون نازلة باللون اللامع بتاعها، امورك تكون كويسة على كده. غير كده يبقى ملهاش لازمة اساسا البطيخة دهية. تمام، دي رقم 2. رقم 3 عندي التغطية. لازم التغطية تكون زي ما انت شايف كده، يكون في تغطية كويسة لأصل المجموع الخضري، يكون مغطي الثمار كويس، لأن المجموع الخضري لو مغطي الثمار كويس أكيد 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 هيبقى عندك الكواليتي، عندك الجودة والطعم وكل حاجة هتلاقيها كويسة جدا. غير كده أمورك للأسف الشديد مش هتكون كويسة. تمام، بلازم عينك على شوية الحاجات دول، التعداد والحجم، والتعداد وتعداد الثمار على النبات، والحجم عندك هيكون قد ايه في الوقت ده هو. تمام، شوف الاصابات اللي بعض الاصابات اللي على عشان بس ما اطلعش بره، خليني مركز معاك في الحته دي. التعداد عندك، وعندك التغطيه، وعندك احجام الثمار في الوقت اللي انت فيه او في عمر النبات. وطبعا هيختلف من زراعه لزراعه. الناس اللي بتزرع بدري اكيد طبعا الاحجام هتجيلهم، بس هتجيلهم متاخره شويه. هتجيلهم ايه؟ هتجيلهم متاخره شويه، لان الجو برد اساسا والنمو بيبقى بطيء، بعكس الناس اللي هي ممكن تزرع في الصيف قوي اللي النبات فيه بيجري، وممكن على 60 يوم تلاقيه مدي احجام كمان. تمام، وبرضه بتختلف على زرع بزرع، على زرع في شتلة، وحاجات كتير. تمام، المهم في شوية حاجات لازم تعملهم. اول حاجة عينك على الثاقبة الماصة، خد بالك من التربس كويس جدا، خد بالك من المن كويس جدا، خد بالك من الذبابة، كل ما هو حشري. تمام، تاخد بالك منه كويس، تاخد بالك منه كويس. ليه؟ اولا المشكلة ان الحشري الخدوش الميكانيكية ده هي ممكن تسبب لك كارثة، وبرغم ان هي حشرية بس لا ممكن تجيب لك لفحة الساق الصمغية، الجيمستمبلايت بيسموها الاوروبيين. فالمرض ده من اخطر الامراض اللي ممكن تدمر البطيخ كله. تمام، فعشان كده الثاقبة الماصة تحاول تسيطر على الحشري في الـ النبات عندك. تمام،
تسيطر عليه بإيه؟ برش مركبات محترمة. مش هقول لك في كل مكان في مركبات محترمة، والشركات المحترمة معروفة في كل دولة وكل مكان، وكل واحد عارف المن بترش بإيه، وقلنا في الحكاية دي كتير، تمام؟ والذباب البيضة بترش بإيه، والتربس بترش بإيه، وركز جدا 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 على التربس، تمام؟ دي أول حاجة تاخد بالك منها. الحاجة ده هي هننتقل بيها لحاجة، تمام؟ شايف التعداد عامل ازاي؟ كويس ما شاء الله، يعني لما يكون في المتر المربع ده، شايف 3 حبات في مكان يعني بسيط، والوضع بتاعها ما شاء الله كويس جدا، تمام؟ هننتقل لحاجة تانية، وهي حضرتك العنكبوت الأحمر. العنكبوت الأحمر هو توأم البطيخ، توأم البطيخ. يعني انت النهاردة لو جات لك موجة هواء محملة بالرمال والأتربة، الصبح اغسل ولو بشوية مية، بشوية فري صابون من العادي دوت، لو يعني الدنيا مش مظبوطة عندك بلاش، بحاجة مفيدة، ممكن شوية مية بشوية كبريت مكروني، بس المهم تغسل التراب، علشان اعلم تماما ان بكرة تاني يوم او تالت يوم على الكتير، اقصاها 4 ايام، هتلاقي العنكبوت بيصبح عليك وبيقول لك انت فين، هتقول له اتفضل البطيخ قدامك اهو، تمام؟ اما انت لو غسلت اول باول هتلاقي امورك كويس، تمام؟ ولو بميه بس، تمام؟ لان احنا بنلاحظ ان لما بنزرع البطيخ تحت السنتر بيفوت او الري المحوري او الرشاشات، بنلاحظ اطلاقا العنكبوت لغسيل على طول، تمام؟ لدرجة ان احنا ابتدينا دلوقتي حتى في البيوت المحمية نركب رشاشات مية فوق، بحيث ان هي تفكنا من العنكبوت ده، تمام؟ دي تاني حاجة. والعنكبوت الأحمر في مليون مبيد أكيد عارفينهم، وعارفين أنه بيشتغل على الحشرة الكاملة زي الفرتمك، وأنه بيشتغل على الأطوار الكده زي الفلورامايت والحاجات دي كلها، تمام؟ وطبعا في مبيدات كتير يعني، بس عشان الناس ما تفكرش إن أنا إحنا دي حاجة. بعد كده تركز حضرتك على، نرجع تاني للفحة الساق الصمغية، واللي هي المدمر للبطيخ، تمام؟ وهنعمل لها حلقة ونفرد لها حلقة كاملة يعني، تمام؟ مفروض لما بتزرع البطيخ بيكون عندك مصدر رياح كويس، ما ينفعش انك تزرعه كده، تمام؟ المفروض الأرض بتاعتك لو الخصوبة بتاعتها عالية توسع المسافات، لو الخصوبة بتاعتها قليلة يبقى تضيق المسافات علشان تعمل تغطية للثمار ده، هي تمام؟ بعد كده تاخد بالك من البياض الدقيقي. البياض الدقيقي يا جماعه بيجي للبطيخ، ايوه ده محب اساسا وعاشق للبطيخ. البياض الدقيقي من الحاجات اللي هي بتدمر برضو البطيخ، وللاسف الشديد في ناس كتير ما بتعرفش تشخصه، تمام؟ لانه بحاجه كده يعني مع الكوسه او الخيار بنبقى ملاحظينه قوي، يعني مع البطيخ اصلا ورق البطيخ تلاقيه ساعات بيميل للبياض كده، فبتبقى الناس مش واخده بالها منه لحد ما بيعم، وبتصبح في مشكله ان الورق بيتحرق وبيتعرق، الثمره بتتعرق وبتصاب بمشاكل، وأصبحت طبعا مش كويسة بالمرة، تمام؟ بعد كده نرجع تاني، اللي بيسبب لنا المشاكل دي يا جماعة لفحة الساق الصمغية، اللي بيسبب لنا مشاكل لفحة الساق الصمغية هي الحشرات، لأن الحشرات مجرد ما بتعمل أي خدوش في الأوراق على طول الفطر بتاع لفحة الساق الصبغية بيدخل عليها. البياض الدقيقي لما بيعمل لنا خدوش أو بيبهدل الورقة برضه بيدخل معاه الفطر المسبب للفحة الساق الصمغية، والاتنين بيعملوا دويتو مع بعض، في ظرف أسبوع بيحرق النبات كله، وبتلاقي يعني الدنيا مش كويسة خالص، تمام؟ فعشان كده بناخد بالنا من شوية حاجات. خد بال حضرتك كمان لما بتقوم رياح، وخصوصا الرياح الخمسين في مصر اللي بتيجي من ناحية الجنوب، لما بتيجي الرياح ده هي الرياح دي لما بتيجي يا جماعة وبتبقى محملة بالرمال والأتربة بتعمل خدوش. الخدوش دي بتسهل برضو دخول الفطريات، وخصوصا فطر لفحة الساق الصمغية، تمام؟ اللي هي يعني لا تبقي ولا تذر إذا ما جت للقرعيات عموما، حتى مش البطيخ لوحده يعني، مغلبانة حتى في الخيار، تمام؟
كمان اللي فناخد بالنا من الرش الحشري، ناخد بالنا من لفحة الساق الصمغية، رش فترة على طول، وناخد بالنا من العنكبوت الأحمر والرش بتاع العنكبوت الأحمر. ولو عايزين نكمل التسميد قولوا، مش عايزين، لأن أنا بلاحظ إن الناس مش مهتمة أو بقصة التسميد، يعني يبدو إن التسميد فقد ظروفه يعني. شكرا لحضراتكم، وبنتمنى إن احنا نكون يعني قد وفقنا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.